نعم، بعد خوض مباراة أولى أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم في البصرة، كانت نتيجة إيجابية وكانت نتيجة مفرحة للجميع. وصلنا اليوم لفيتنام بوقت مبكر، هذه نقطة إيجابية تحسب للوفد أنه وصلنا بهذه الفترة لكي يكون استعداد مثالي واستشفاء للاعبين اللي كانوا مشاركين في المباراة الأولى. أتمنى يكون هذا عامل إيجابي لمنتخبنا في المباراة القادمة. المباراة القادمة مهمة جدا، أكيد يعني الفوز في هذه المباراة راح يكون أريحية كبيرة لمنتخبنا في مشوار التصفيات، ويعطينا دافع كبير بتحقيق الحلم لوصول للمرحلة القادمة ووصول إلى كأس العالم. أكيد على اللاعبين يعون هذه المهمة وهذه المسؤولية الكبيرة اللي على عاتقهم. أتمنى يكونوا يقدموا المباراة طيبة مثل ما قدموا المباراة الأولى. تعرف في منتخب فيتنام من المنتخبات المنافسة في مجموعتنا، يجب أن يكون هناك جهد كبير وعمل كبير في هذه المباراة لكي يكون النتيجة إيجابية في صالحنا. أتمنى التوفيق لمنتخبنا في هذه المباراة إن شاء الله. First of all, we are really happy for